انفجار مفخخة برتل عسكري للتحالف في مأرب، والمقدشية تهم بن عزيز بتصفية قوات الشرعية. إليكم التفاصيل. انفجرت سيارة مفخخة أثناء مرور رتل عسكري لقوات التحالف في الخط الدولي بمحافظة مأرب المؤدي إلى صافر والعبر. وقالت مصادر إن سيارة مفخخة انفجرت قرب محطة بن معيلي أثناء مرور رتل من شاحنات يحمل أسلحة وعتاد عسكري، وأكدت أن الانفجار خلف أضرارا مادية وبشرية. وقد وجه وزير الدفاع هادي محمد المقدشي اتهامات مباشرة لرئيس أركان قواته بتدبير مؤامرة لضرب قوات الشرعية. وألمح المقدشي بتورط صغير بن عزيز وراء حادثة الاستهداف التي سقط على إثرها العشرات من قوات الشرعية بين قتيل وجريح. وأشار المقدشي المحسوب على حزب الإصلاح إلى أن الاختراقات المتواصلة لقواته مصدرها غرف تجسسية تابعة لأركان هادي، وكان الدفاع هادي قد ألقت القبض على خلية تجسس في أروقة الوزارة قالت إنها تتبع بشكل مباشر بن عزيز. وتأتي هذه التطورات بعد أقل من 24 ساعة على إعلان صغير بن عزيز رسميا انتهاء دور قوات الإصلاح في معارك الشرعية، ما تسبب في اشتعال الصراعات البينية بين فرقاء التحالف من جديد.